يمكنكم رؤيتها من الخارج هذه البقع السوداء تحتوي على الالياف المميته ان سقطت الحاويه وانكسر الزجاج الذي تحتويه فسينتشر الاسبست في الهواء لا خطر على كنوت بيرنل لانه يعمل داخل حجره تحتوي على وحده استخلاص خاصه لهذا لا يحتاج الى ارتداء قناع لكن سيشكل هذا تهديدا لاي مستهلك يتنشق الغبار السام ما قد يبدو شيئا غير مضر يمكن ان يسبب السرطان يؤكد المجهر الشكوك الحواجز تحتوي على الملايين من الياف الاسبست التي يمكن ان تلوث رئتي المستهلكين الجاهلين لوجودها الالياف في الاوعيه الحافظه للحراره هي كريستايل او اسبست ابيض ونعلم ان مصدره كندا وهو ممنوع في انحاء اوروبا مؤكد ان هذا اسبست هناك نوعان للاسبست الاول هو الاسبست الشبيه بالابر وكروسيدوليت مثال عليه كما ان هناك كريسوتايل الذي يكون انعم ومنفوشا اكثر وقد يكون خطرا مثل الاسبست الشبيه بالابر يبدو انعم ومختلف الشكل لكنه ليس امنا إن كانت نتيجة فحص غرض مثل أوعية حفظ الحرارة إيجابية يبدأ جيرد ميلر باتخاذ إجراء رسمي يتم تسجيل الغرض والتبليغ عنه لشبكة السلطات يتم إعلام التجار ويطلب منهم إزالة الغرض من السوق ميلر على اتصال الآن بأوروبا وهذا ضروري لأن غالبية المنتجات لا تسوق إلى ألمانيا فقط بل إلى العالم لدى أوروبا نظام تحذير اسمه رابكس وهو يدرج البضائع الاستهلاكية الخطرة على الإنترنت تضم فئة الأسبست العديد من الأوعية الحافظة للحرارة والتي تم الإبلاغ عنها من أنحاء أوروبا تحديدا ماركة فلاور غالبية أوعية سانفلاور الحافظة للحرارة تأتي من الصين يكتظ معرض يو التجاري قرب شنغهاي بالمشترين من أنحاء العالم على مدار السنة يسهل التعرف على الحواجز الموجودة داخل الأوية والتي قد يكون الأسبست المميت قابعا داخلها